أما وقد بات وطننا بحمد الله ملء السمع والبصر، يشهد نجاحات مع كل إشراقة صباح، يغدو الحديث عنه أشبه بحكاية تروي حصاد الحول. عند الساعة 8 من صباح يوم الثلاثاء 25 من شهر يونيو، كانت المنطقة لا قطر فحسب على موعد مع حدث لم تألفه من قبل، حدث بدأ بخطاب دافئ لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، خاطب به شعبه بحميمية كوالد يتحدث إلى أبنائه: أنتم يا أبناءنا وبناتنا ذخر الوطن، بنات حاضره وحاملوا لواء مستقبله، وقد كنا منذ البداية نتوسم فيكم الخير ونعقد عليكم الأمل، وقد أثبتتم كذلك بهممكم العالية وما قدمتموه للوطن من إنجازات، إنكم أهل للقيادة وموضع للثقة. أبناء قطر، إني لأرجو أن أكون قد وفقت في القيام بالمسؤولية وحملها بما يرضي الله أولاً وبما يوازي الأمانة ويستحق الثقة، ففيما أحسنت واصبت فبتوفيق من الله، وفيما أخطأت فمن نفسي، وأرجو أن يتعلم منه من يتولون الأمر بعدي. وأنني اليوم أخاطبكم كي أعلن أنني أسلم مقاليد الحكم للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأنا على قناعة تامة أنه أهل للمسؤولية، جدير بالثقة وقادر على حمل الأمانة وتأدية الرسالة. وقد صدق سموه إذ أثبتت الأشهر القليلة الماضية ما تعبر عنه المقولة المعروفة عند العرب: خير خلف لخير سلف. وإن كان الأمر متوقعاً إذ كان سموه الشيخ تميم يستعد ليوم يستجيب فيه نداء الواجب ويحمل الراية بكل فخر واعتزاز على طريق مجيد لأسلاف عظام، فأمسك بنجاح لافت لما كان ولياً للعهد ملفات سياسية خارجية حساسة، وتسلم تدريجياً ملفات أخرى ذات طبيعة أمنية وعسكرية، فضلاً عن كونه نائباً للقائد العام للقوات المسلحة، وتولى أيضاً رئاسة اللجنة الأولمبية والإشراف على ملف مونديال 2022. صحيح أن سمو الأمير الوالد ترك وديعة مليئة بالمسؤوليات والتحديات والملفات بعدما فرضت الدوحة نفسها على الخارطة العالمية لتحتل مكاناً مرموقاً بين دول العالم، كما قال أمير البلاد المفدى مثمناً دور والده: غادر سموه منصبه وقطر أشبه ما تكون بورشة بناء لا تتوقف عن العمل، وعلاقاتها السياسية والاقتصادية متعددة ومتوازنة ومتنامية، ومجتمعها آمن ومستقر تكاد تنعدم فيه الجريمة. لقد تحولت قطر من دولة بالكاد يعرف البعض موقعها على الخارطة إلى فاعل رئيس في السياسة والاقتصاد والإعلام والثقافة والرياضة على مستوى العالم. لا شك أن هذه السنة كانت سنة متميزة كثير من الأمور، ولعل أبرزها هو تولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم في البلاد، وكذلك إنشاء وزارة جديدة بوجوه جديدة تتميز بالديناميكية ووجود قدر كبير من الخبرة والكفاءات المتميزة في هذه الحكومة، ولعل وجودها ينسجم مع العصر الجديد والعهد الجديد الذي نتمنى له كل التوفيق والسداد، وكلنا ثقة بأن هذه القيادة الجديدة الشابة ستقود بلدنا الحبيب إلى أحلاق أرحب، وستكون انطلاقة جديدة لهذا البلد الطموح والوثاق.
إلا أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في اليوم الثاني من مبايعة الأسرة الحاكمة وأهل الحل والعقد والمواطنين الكرام لسموه رسم خارطة طريق تحدد بدقة المرحلة القادمة في أول كلمة له بعد توليها الحكم أميرا للبلاد، واضعا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. الأخوة المواطنون، إن تغيير شخص الأمير في دولة قطر لا يعني أن التحديات والمهام قد تغيرت بالنسبة للدولة، فقطر والحمد لله قد أصبحت دولة مؤسسات، وعلى كل وزارة ومؤسسة وهيئة عامة أن تقوم بدورها بموجب القانون بغض النظر عن الشخص الذي يديرها. ومعطيات الواقع لم تتغير، وما زال تحدي الاستثمار في صناعة النفط والغاز وفي البنى التحتية قائما، وما زال تحدي تنويع مصادر الدخل والاستثمار الواثق لصالح الأجيال القادمة قائما أيضا، وما زلنا نواجه تحدي التنمية، وأقصد أولا وقبل كل شيء تنمية الإنسان، فهو ثروتنا الأهم، ويرتبط الاستثمار في التعليم والصحة والبنى التحتية وغيرها بهذه المهمة. تحدد سموه ضمن مرتكزات المرحلة الجديدة للدولة بأهمية مواجهة تحديات التنمية، وأشار سموه إلى أهمية تنمية الإنسان القطري باعتباره الثروة الأهم. وفي هذا الإطار تتجسد رؤية وزارة التنمية الإدارية في بناء قوة عمل كفؤة وأجهزة حكومية متميزة، وذلك من خلال توفير ورعاية وتطوير العنصر البشري وتحديث وتطوير أداء الجهاز الإداري الحكومي بما يمكنه من تقديم خدمات عامة وعالية الجودة بمعايير عالمية لسكان دولة قطر بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الأخرى وباستخدام أفضل التقنيات وأفضل الخبرات المهنية والمعايير في مجال التنمية البشرية. وأكد سموه بأنه ماض في استكمال الخطط التي بدأها سمو الأمير الوالد وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى إيصال قطر إلى مصاف الدول المتقدمة وتكون قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها وتطوير الاستراتيجيات الوطنية الشاملة، مشدداً على الموازنة بين تحقيق النمو الاقتصادي والموارد البشرية والطبيعية للبلاد. سوف نواصل أيها الأخوة الاهتمام بالنهوض بالاقتصاد الوطني وتطوير الخدمات وبناء المرافق العامة وتطوير قطاع الشباب والرياضة، كما سوف نهتم باستثماراتنا للأجيال القادمة وبتنويع مصادر دخل دولة قطر، وسوف نعلن في الوقت المناسب عن خطط لإعادة هيكلة الوزارات لتقليل الازدواجية، ولكي تكون جميع المجالات العامة تحت مسؤولية وزارات واضحة ومحددة، وهو مشروع بدأنا به السنة الأخيرة في ظل حكم الأمير الوالد وسوف نواصل العمل عليه وتطبيقه. حدث انتقال السلطة في قطر ربما حدث غير تقليدي، حدث تاريخي تشهده ليس فقط دولة قطر إنما المنطقة العربية وربما العالم الذي لم يتعود على هذا النمط من الانتقال السلس وتسليمه لقيادة شابة والرئيس أو الزعيم في قمة عطائه وفي قمة إنجازاته كما هو في دولة قطر وما حققه سمو الأمير الوالد خلال 18 عاما التي مضاها في الحكم، وقدم نموذجا سواء كان خلال توليه الحكم أو نموذجا آخر خلال تسليم الحكم لقيادة شابة وهي حملت الراية لتكمل هذه المسيرة المباركة لبناء دولة تتبوأ مكانة مرموقة على مستوى العالم اقتصاديا سياسيا رياضيا ثقافيا إعلاميا في كل محافل العالم، بات لقطر كلمة يسمع لها، وبالتالي الإعلام القطري حقيقة واكب هذه النقلة التي شهدتها قطر بانتقال الحكم من سمو الأمير الوالد إلى سمو الشيخ تميم لتبدأ مرحلة ومسيرة جديدة من عمر دولة قطر. وقام سموه باتباع القول فعلا من خلال أول قرار أميري يصدر إثر توليه مقاليد الحكم بتشكيل الحكومة الجديدة
برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وقد تم خلال هذا المجلس استحداث 5 وزارات جديدة، هي وزارة المواصلات ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات ووزارة التخطيط التنموي ووزارة التنمية الإدارية، ليصبح عدد الوزراء 20 وزيرا، 12 منهم يتسلمون حقائب وزارية لأول مرة. استحداث الوزارات الجديدة تأتي في إطار إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لزيادة كفاءته وفعاليته ولتحديد مهام ومسؤوليات الجهات الحكومية بكل وضوح وتلافي تداخل في الاختصاصات، تحقيقا للوصول لرؤية قطر 2030 بركائزها البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وفق ضمن خطط استراتيجية وطنية وقطاعية مدروسة. هي وزارة التخطيط هي امتداد للأعمال العامة للتخطيط التنموي وجهاز الإحصاء، كان هناك جهازين منفصلين والآن لضرورات عملية تم دمجها في وزارة واحدة، وهذا أعتقد أنه سيزيد من فعالية الأنشطة وسيحسن من أدائها ويسرع من عملياتها وسيبرز دورها التنموي المهم. تشكيل الحكومة الجديدة يبشر بعهد جديد ترفع الراية فيه قيادة شابة تضع طموحات الأجيال القادمة نصب عينها. فإذا كان أمير البلاد هو أحد أصغر رؤساء العالم سناً، فإن رئيس مجلس الوزراء أيضاً من أصغر رؤساء مجالس الوزراء في العالم، ما يعني أن المرحلة القادمة هي مرحلة القيادات الشابة بأفكارهم وطموحاتهم الخلاقة. في أي مجتمع وأي دولة بحاجة بين فترة وأخرى إلى إعادة تقييم مؤسساتها، إعادة تقييم عملها، آليات العمل، وهو ما أقدمت عليه قطر بالمرحلة الجديدة التي تخوضها اليوم من خلال إعادة العمل المؤسسي. هناك طاقات شابة بحاجة ولديها تطلعات وطموحات بحاجة أيضا إلى أن يتم استيعابها في هذه المؤسسات. نحن نتطلع بهذه الهيكلة وبهذه الروح أن نرى تسارعا في خطى التنمية التي يشهدها المجتمع، وأن نشهد أيضا طفرة في القطاعات المختلفة خاصة تلك التي استحدث من أجلها وزارات ومؤسسات مختلفة. يوم 5 نوفمبر حمل خطابا شاملا لسمو أمير البلاد المفدى بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي 42 لمجلس الشورى، وعكس متابعته لتفصيلات الحياة اليومية لأبناء شعبه وأيضا اهتمامه بالتحديات أكثر من الإنجازات، إذ لخص سموه أهداف التنمية بما في ذلك رؤية قطر الوطنية 2030 في 3 كلمات هي بناء الوطن والمواطن، مضيفا: نحن نعتبر بناء المؤسسات التي تقوم على الإدارة العقلانية للموارد والمعايير المهنية ومقاييس الإنتاجية والنجاعة وخدمة الصالح العام من جهة، والحرص على رفاهية المواطن وتأهيله للعمل المنتج والمفيد وتنشئته ليجد معنى لحياته في خدمة وطنه ومجتمعه من جهة أخرى، وجهين لعملية التنمية التي نصب إليها. وكما تعلمون حضراتكم فإن التنمية الشاملة لبلادنا كانت وما تزال هي الشغل الشاغل لنا، إيماناً منا بأن التنمية المتكاملة والمتوازنة هي السبيل إلى إقامة الدولة الحديثة التي تستجيب لمتطلبات العصر وتحقق لقطر المكانة الرائدة التي نصب إليها، وللشعب القطري مستوى العيش الكريم الذي يليق به، وذلك من دون أن نتخلى عن انتمائنا القطري العربي الأصيل وعقيدتنا الإسلامية السمحة. لكن سموه تناول بعض الظواهر السلبية التي تؤرق مواطنيه مثل مشكلة التضخم،
مؤكدا أن الحكومة ستعمل على احتوائها بكافة السبل. إذا كان من حقنا أن نسعد بما تحقق في السنوات الماضية من إنجازات، فإننا ينبغي أن لا نغفل عن بعض الظواهر السلبية التي قد تصاحبها، وأهمها مشكلة التضخم. فلقد صاحب معدلات النمو المرتفعة والانفاق الضخم على البنية التحتية ومشاريع التطوير وما واكبها من زيادة في عدد السكان وزيادة في الأسعار، ولا شك أن للتضخم أثار سلبية على النمو على المجتمع. ولذلك فإن ارتفاع الأسعار مشكلة تقلق الجميع، وستعمل الحكومة على احتوائها بكافة السبل والأدوات المتاحة. خطاب سمو الأمير اشتمل على العديد من القضايا التنموية، وكان من اللافت تركيز سموه على القضايا التنموية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبشري، وكذلك القضايا التنموية بعيدة المدى. ولا شك أن الخطاب سموه أيضا يعني فتح آفاق جديدة للعمل التنموي في البلاد، وحملنا مسؤوليات إضافية. نتمنى أن نكون عند حسن الظن، ونتمنى لبلدنا الحبيب أن يسير باتجاه ما ورد في خطابه من أهداف بعيدة المدى ركز فيها على المواطن القطري وعلى الفرد القطري وعلى الشخص القطري، وعلى فتح مجالات أمامه للإبداع والعمل والمساهمة مساهمة إيجابية في تنمية وطنه. أما أولى قطرات الغيث للحكومة الجديدة فقد هطلت على منطقة مسيمير من خلال افتتاح مجمع الخدمات الحكومية، وذلك لتقديم عدد من الخدمات لست وزارات كمرحلة أولى، على أن تتضمن المراحل اللاحقة افتتاح مقرات أخرى في مختلف مناطق البلاد بإشراف وزارة التنمية الإدارية، بغية تقديم جميع الخدمات الحكومية للوزارات والأجهزة التابعة للدولة كافة من موقع واحد، في خطوة تجسد مفهوم الحكومة الواحدة. يأتي هذا المشروع ضمن توجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بضرورة تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين بكل سهولة ويسر وفي أماكن تواجدهم، بحيث يستطيع المواطن الحصول على جميع الخدمات الحكومية من خلال هذا المجمع ومن خلال موظف شامل. بدأنا كأول مرحلة تقديم بعض الخدمات، والحمد لله اليوم تقدم في أكثر من 70% من معظم الخدمات الحكومية، وتجدر الإشارة إلى التكاتف في الحقيقة بين الجهات الحكومية لتقديم أفضل خدمات للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، حيث أن مجمع الخدمات لم يكن جهد لوزارة التنمية فقط، وإنما هو تكاتف جهود جميع الجهات الحكومية في هذا الصدد. لكن الشأن الداخلي لم يكن وحده لافتا هذه السنة، وإن احتل صدارة المشهد، إذ أن الدبلوماسية القطرية شهدت هي الأخرى تطورا لجهة تحويل رؤية القيادة إلى واقع ملموس، الرؤية التي عبر عنها سموه تصريحا لا تلميحا في أول خطاب له إثر توليه مقاليد الحكم في البلاد. وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية ومستقبل الإقليم وعلاقات الأخوة وحسن الجوار والصداقة، ننطلق من مصلحة بلدنا وشعبه كجزء من الوطن العربي والأمتين العربية والإسلامية. ترتبط دولة قطر بعلاقات أخوة وتعاون مع الشقاء العرب، وفي مقدمتهم دول مجلس التعاون التي نسعى للارتقاء في علاقاتنا معها إلى أعلى مستويات التكامل الممكنة. وفي هذا الإطار تلتزم قطر بواجباتها تجاه التضامن والتعاون العربي في أطر مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومؤسساتهما، وتفعل كل ما بوسعها لمساعدة الشقاء العرب حين يلزم، وتلتزم بالقضايا القومية والأمن القومي العربي وباحترام سيادة واستغلال وحدة أراضي الدول العربية كافة. إذن هي منطقة الخليج العربي
التي تتربع على سلم الأولويات. لذلك ما كان مستغرباً أن تكون أول رحلة خارجية لسمو الأمير إلى المملكة العربية السعودية، ملتقياً يوم 2 أغسطس أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. لم يكتفي سمو الأمير بذلك، فكانت الجولة الخليجية التي بدأت يوم 28 أكتوبر وشملت دولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحملت رسالة تأتي في مقدمتها أن العلاقات بين دول الخليج العربي متأصلة ووثيقة ومتينة، تستمد قوتها من إرث تاريخي مشترك وعادات عربية أصيلة، لكن تلك العلاقات لن تزداد قوة إلا بحكمة قادتها وتعاونهم. صحيح أن الجولة الخليجية عبرت بوضوح عن توجه الدبلوماسية القطرية في تعزيز التضامن الخليجي، إلا أن الواجبات الإقليمية والالتزامات الدولية لم تغب عن الدولة، فشارك سمو الأمير في الجلسة الافتتاحية العامة للدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في نيويورك يوم 24 سبتمبر، حيث أكد في كلمته حرص الدولة على أن تكون طرفاً إيجابياً فاعلاً ولها دور مهم إقليمياً ودولياً. إطلالة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الجمعية العامة للأمم المتحدة دافعت بقوة عن الحقوق العربية، عندما تحدث سموه بلسان الشعوب المظلومة التي تكافح من أجل استرداد حقوقها. كانت إطلالة استطاع سموه أن يوصل رسالة الشعوب المظلومة، أن يتحدث بقضايا العالم العربي، حقوق فلسطين، ثم تحدث عن قطر ومساهمتها الفاعلة في الأمن والاستقرار والسلم الدولي، وهي السياسة التي دأبت قطر أن تقوم فيها سواء كان على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد العربي أو حتى على الصعيد العالمي. كذلك شارك سموه يوم 19 نوفمبر في الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الإفريقية الثالثة، والتي عقدت في دولة الكويت الشقيقة تحت شعار شركاء في التنمية والاستثمار بحضور قادة دول عربية وأفريقية. مقطع القول أن الإنجازات المحلية والاقتصادية والنجاحات الدبلوماسية والسياسية في عام 2013 رسخت مكانة قطر كرقم يصعب تجاوزه في المعادلات الإقليمية وحتى الدولية، وقد أصبحت دولتنا ولله الحمد في كل حدب وصوب، لها دورها في كل محفل ومكانتها في كل موقع وتأثيرها في كل مجال. وتبرز مظاهر نهضة أينعت بسواعد أبنائها، ما يبعث شعورا بالفخر مصحوبا بتواضع الواثقين بأنفسهم، ونعم من يجعل حاضره استمرارا لماضيه واستشرافا لمستقبله.